البيع بطريقة فوضوية في الطرق دون سجل تجاري، أمر أرهق العديد من التجار سواء أصحاب المهن الصغيرة أو غيرهم، ليتنفس الصعداء اليوم بعد قرار تمكينهم من السجل التجاري وبوثيقة واحدة وطريقة سريعة وبسيطة، الأمر الذي استحسنه الكثيرون واعتبروه تشجيعاً لهم للعمل بطريقة قانونية. هذه حاجة مليحة، ما كانش ما يحبش يكون قانونيين، قانون حاجة قانونيين ما كانش كيما قانون، تخلص لي زيمبو ديالي، نخلص كذا ما عنيناش، بصح هذه تكون بالتنسيق مع البلدية، احنا ماذا بينا دوك أنا ندير سكوميس هكذا، ومن بعد نديرو في جيبي حتى وين يتقطع، ومن بعد ما كانش وين ستادي يروح من شغل قنينة، كون خطرة وين راك، بوليس هاك اليوم ما حطيتش اليوم هنا ماكش حطيتها، احنا ماذا بينا بالتنسيق مع البلدية، ما كلونا. هم دي جان تاع الحي هنا ياكلوا لنا دي شابيتو نخدموا قانونين ونزيدوا نخلصوا البلديه ديروا لنا بري نخلصوا سكوم نزيد البلديه نزيدوا نخلصوا البلاصه تاعنا ويجي يسيبوها نقيه. ترحيب بالاجراء الجديد قابله اتفاق التجار حول ضروره توفير اماكن لهم لممارسه نشاطهم التجاري، ومقترحهم اسواق او محلات تجمعهم. حاجه مليحه ومادا بينا احنا كي تخدم مادا بك تتبيع باش انت مثلا دوك انا نبيع ومن بعد عندي جي سي زيني هذيك اللي هذه كانت زمان صح هذه مادا بينا احنا انا دوك باش بلاص اليوم نبيع هنا وغدوه من يكون انا مادا بي انا هنا راني في سيكتور هذا على كل حال من بكري بصح مادا بيك تكون بلاصه تجمعنا كامل الناس اللي احنا هنا دي فوا يجيك اللي يكون جايز برك يشري بصح كي تكون بلاصه اسمها باينه هاي اللي يكون هاي الناس كامل تقصدها. كما احنا عاملين حرين هكذا حره وما عنديش ان ستاتيو هكذا يا مي هكذا يا يولي عندي تما شغل يولي عندي بيع يعني يولي عندي نقدر نسوتريتي مع دي سوسيتي نسوتريتي مع هادي سي بيان. لازم واحد يكون كومبيتون ماشي دوك واحد يروح يجي قال بانتر دي لو كوارت بانتر ومن بعد يروح عند الناس يفا كيفاهم. لازم يكون دبلومي يكون يعرف كيفاش كل واحد والميتي تاعو لازم يعرف له ماشي هكذاك بو. أزيد من 120 تخصصا للتجارة المتنقلة تمكن كل شخص من استخراج سجل تجاري لممارسة نشاطه بطريقة قانونية وبإجراءات بسيطة من شأنه توسيع فرص العمل للشباب وكذا حمايتهم قانونيا أثناء ممارسة نشاطاتهم التجارية.